ناقش مدير مديرية المعلى فهد المشبق مع مدير خدمة المشتركين بالمؤسسة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله محمد عمر، ناقش أهمية تفعيل الدور الرقابي في المؤسسة، وطالب مدير المعلى بضرورة النظر بالشكاوى المقدمة من المواطنين التي من شأنها تقويم العمل بالمؤسسة الرائدة، منوها إلى الأهمية التي تكتسبها هذه المؤسسة التي تغطي خدماتها كل أنحاء البلاد، ودعا إلى إشراك المديرية في احتياجات المؤسسة مؤكدا دعمه للمؤسسة في كل الظروف وبما يجعل خدماتها مستمرة للجمهور وعلى مدار الساعة.